دكتور محمد قنديد رئيس قسم الطوارئ في المجمع. دكتور محمد، حدثنا عن عدد الشهداء، الإصابات، التحديات التي تواجهونها، يعني كم إصابة وشهيد وصل خلال 24 ساعة أو خلال الأيام القليلة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلال آخر 48 ساعة وصل إلينا حوالي 350 إصابة، 200 من الشهداء. الوضع في مجمع ناصر الطبي وضع كارثي، حذرنا منذ عدة أيام أن الكارثة ستبدأ وبدأت اليوم. اليوم قطعت الكهرباء عن مستشفى الأطفال والولادة، قطعت الماء أيضا عنه، وقطعت الكهرباء عن أقسام الطوارئ. الأطباء عملوا خلال ساعتين على كشاف الجوال لحين تدبير الأمر وأصلاحه من قبل فرق الهندسة. الوضع كارثي جدا، تدفق أعداد كبيرة من المرضى من الإصابات. الإصابات عبارة عن إصابات بليغة في الدماغ، في الأعضاء الداخلية، تهتك في الأنسجة، حروق وقطع وبتر في الأطراف. 80% من الإصابات إحصائيات موثقة عبارة عن أطفال ونساء. يوجد في قطاع غزة 2 مليون نسمة من السكان، غالبهم 80% حسب الأمم المتحدة، 50% عفوا حسب إحصائيات الأمم المتحدة، أعمارهم أقل من 18 عام. ما يتم ارتكابه في ضد السكان المدنيين في قطاع غزة عبارة عن إبادة جماعية. دكتور محمد، يعني أنتم في هذا المجمع يعني تستقبل المئات من الشهداء ومن الجرحى، كيف تتعاملون؟ يعني نحن ندخل إلى قسم الطوارئ نشاهد يعني ازدحام شديد وفي الأقسام، يعني كيف تدبرون أمركم؟ حدثنا أكثر عن القدرة الاستيعابية وعن الجهود التي تبذلونها لإنقاذ الجرحى. لجنة الطوارئ في المستشفى في اجتماع على مدار الساعة، تمتد الاجتماعات أحيانا لمنتصف الليل. تم توسيع أسرة المستشفى إلى درجة، باختصار اليوم تم فتح تحويل قاعات المحاضرات في المستشفى وقاعات استراحات بعض الأطباء إلى غرف لاستقبال الجرحى. تم تحويل كثير من أقسام الولادة والأطفال إلى أقسام لاستقبال حالات الإصابات. تم تحويل أقسام الباطنة إلى أقسام لاستقبال الإصابات. الكارثة تمتد حتى لمرضى الباطنين، المرضى الذين يجلسون في البيوت لا يستطيعون الوصول إلى المستشفى. الخدمة الطبية شبه منهارة، يعني كل، بالإضافة إلى وجود آلاف المدنيين نازحين داخل أسوار المستشفى، مشاكل ضغط أكبر على نظام الصرف الصحي وضغط الكهرباء والماء. المستشفى تعمل على مولدات تستخدم الوقود، والوقود ينفذ بين الساعة والأخرى، وبجهود محلية يتم توفير بعض اللترات. الذي يحدث من ناحية طبية الآن، يعني منذ أسبوع احنا نستخدم سياسات صارمة، نشتد في صرامة هذه السياسات مع الوقت لأن ليس لدينا إمكانيات. يعني الليلة الماضية على سبيل المثال تم ترك حوالي 4 مرضى يواجهون مصيرهم بالموت مع أنهم وصلوا أحياء نتيجة الإصابة البليغة، وعدم وجود جهاز تنفس صناعي، وعدم وجود أدوات للسيطرة على حالاتهم الصعبة جدا. للأسف ما نراه مؤلم جدا، مرهق نفسيا للطواقم الطبية. أنت تستطيع إنقاذ هذه الحالات في الوضع العادي، تستطيع إنقاذها لو تم خروج المرضى المكدسين في العنايات وفي العمليات وفي أقسام الجراحات إلى دول مجاورة. تستطيع إنقاذها لو وصلت بعض المساعدات الطبية من دول خارجية. هذه الدماء التي تنزف وهذه الأرواح التي تزهق يشارك فيها ليس فقط من يلقي القنابل، يشارك فيها الآن كل المجتمع الدولي الذي يصمت على خنق وعزل 2 مليون مواطن يتعرضون لقتل وقصف بربري وهمجي. نعم دكتور محمد، تحدثت قبل قليل أن تم قطع الكهرباء عن قسم الولادة والأطفال واستعنتم بكشافات، هل هذا يعني أن نحن في أزمة حقيقية يؤدي ربما إلى وفاة الأطفال خاصة الأطفال الخدج؟ الكارثة بدأت عندما تحول قاعات محاضرات وتحول ساحات البلكونات الخارجية. شرفات المستشفى الآن نضع فيها المرضى، للأسف بعض المرضى يعالجون على الأرض. الأطباء في قسم الطوارئ عملوا ساعة تقريبا إلى ساعتين على أضواء الموبايل الكشاف. الكارثة موجودة وتمتد أكثر، فقط كل الجهود المحلية تعمل على تأجيل الانهيار الكامل. فقط الانهيار الكامل سيحدث إن لم يتم تدخل من العالم الخارجي، العالم الإنساني. أنا لا أعرف، أتساءل يعني إن كان العالم يرى ما يحدث أو لا يرى، أو أن طبيعة الموجودين في غزة هم بشر أو ما دون بشر. صراحة الأسئلة محيرة أمام عجز الطواقم عن خدمة المرضى في ظل عدم وجود أسرة وعدم وجود أجهزة تنفس صناعي. صراحة كل أيدي العالم الذي يستطيع الضغط لفتح المعابر ملطخة بالدماء ومشاركة في هذه الجريمة، لأننا جزء من المجتمع الإنساني، أو أن يخرج العالم الإنساني بتصريح أننا لسنا جزء منه ونتدبر أمرنا.